السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشار من قناة جي تو جي، واليوم عندنا مخارج الثلاثة اللي ما بالكاستم بلعبة اسكيب فروم تاركوف. ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، ولا تنسون دعمنا باللايك والشير والاشتراك. هذا المخرج الأول من المواب الكاستم. وهذا المخرج الثاني من مارفل كاستم. وهاي الماب راح اترك لكم اياها انو تتفرجون عليها، اذا تبدون تعرفون وين اماكن الخروج في الماب، والسكشنات مال الماب وين يكون اكو سكافنجر وين اكو ريسبون، كله موجود بهذا الماب. وهذا المخرج الثالث من باب الكاستم. ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم، لا تنسوا دعمنا. شكرا لكم.